بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العسيمي، غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص، عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق رحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يفوزوا بسعادة العاجل الآجل. فهذا هو المجلس 17 من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأحد الموافق للثاني من شهر رجب عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان ومجلس بقول إيطواني تضوات مجالس دول ملكي شرح كوا من كتاب سنن النسائي. هبين كان وهبين أحد كنا بيقن لبضا بشر جاب كنا فر بغليو اللبا يفرتك جنة بيقن صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصيام يعني كسو جرني، أو إن شاء الله تبارك وتعالى جبا كسي لو آد أن أسي فغاندون إن شاء الله تبارك وتعالى أسبوعا تقريبا وحسليها يعاوة ما ضمان، لكن هبين دم إن شاء الله كتاب الزكاة ينقد بدون بإذن الباري تبارك وتعالى. كتاب الصيام كحكا كسي جرني بابك تضباتنا دا ينعاوة بالله بينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر الزيادة في الصيام والنقصان، باب ذكر الزيادة كردين لكردي صونك شيغتان لشيغي باب كانوا بابيه. باب ذكر الزيادة في الصيام صونك إن لكردي شيغتان لشيغي باب كانوا بابيه. إيو النقصان أجر كيسة زيادة داس، والنقصان من الأجر يقول تعالى والنقصان من الأجر، والنقصان من الأجر السنة الكبرى وحكو تعالى سيد عيضة تاس أيانا صحة محي لي. ذكر الزيادة في الصيام والنقصان آدي سمق بنيس، يعني صونك وأنا كرريوانا ناقصي صون أهان سمق بنيس، يعني لبا الضاد هو إسكس هرجودة إنا إسقاطان هبيني ما إنا إسكو مركو ونقضان سمق هذا نيس ساسو كلو مركو حويا. باب ذكر الزيادة، الزيادة شيقتان لشيقتان باب كانوا بابيا في الصيام صونك إن لكرريو تطوع صندا إيوان النقصاني إنا يهوصو دعضا من الأجر أجرك ويحكسو أروري وباب كانوا بابي هاي من والنقصاني من الأجر كذلك الرعي مرك سنة الكبرى يعني كتال الله سيدوك لأيوا ذكري اختلاف الناقلين قوة سوقوريي خلاف كايس خلافين شيقتان لشيقو لخبري عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن عاص، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما حديثك لقى سوريي فيه صنكاس سنضاء وعدد كيسان وبدني اي صن كيس وبدني اجر كيسان ويران وحكسو ارور اي باب كانوا بابيه اي باب كانوا بابيه. معنى هذا وحويان النبي كان عليه الصلاه والسلام سيدنا ايمان دوندا نن ايا وحولي هي وحد سوميسا هل مانن سغالك مالموت او كلنا 10 مالموت هل مانن كسون سغال كلنا اجر كده هلي كدبنا وحودي 10 كعاد كسون طلبا كدبنا واحد هلي 8 دمن سدح كصوم تضبط إنما ذهلي مركن إنك حالك حبس صومي ميقوه هلا سقال كي سدح تصومي المحوه هلا تضبط وحو إشارة مركن إمامك وأنت أيضا ويان وأنت أيضا مقصود كانت أسمعها مقصودك حويان الحسنة بعشر أمثالها مركز حسن الله ماذا إلهي سبحانه وتعالى تمن الله بكذا بكسينا يا تاس يا أساسك أساسك يا أصلك إلى تضبط بقول إلى أضعاف كثيرة واجر تاؤه قفك إخلاص كيس إيو جهد دقوا بحيي إيو الله سيد وأقبل إيو حلق وك بجمع إيو وحب ذنب أينا كحرا حديث كلا بكون إيو سدح بقول لي أفر يسق عشان هذا حديث صحيح. قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة وإمامك عن زيادة ابن فياض، زيادة ابن فياض الخزاعي وثقة عابد قال سمعت أبا عياض، أبو عياض كان هو عمر ابن الأسود العنبسي ومخضرم ثقة عابد
يحدث إسوا كورهما ينكم غلي عن عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حكي عبد الله بن عمرو العاصي وحي مركز صن صنعة ومال دير لجاجره إيا إن محوها ماشي شرعي وقبل وسوع لي أنت بدن وحقون لك أساسه حديث عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما والربيين ماشي قدام بيسو كقبته كديب لي رماشا كما ينكرت صوتك صوص إلى الجارسية صيام يوم وافطار يوم انت ودحي سنه انت بدن معتمد كاولون نقضه حديثا عبد الله بن عمرو العاص اي بدن رضي الله تعالى عنه وعن ابيه كذلك عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وحكيري صم صن يوما ما من صم ولك اجر ما بقي انت سهرت اجر كذا اذا اسكله هل مانن صن انت سهرتي اجر كذا اذا اسكله ذكر اختلاف الناقلين هذه ما أنا تعليلين ناقلين سيسو خلافة يا ناقلين تا سيسو خلافين عبد الله بن عمرو العاص سيسو خلافين أبو عياض رواية ذي سوى حكتها الله وحتى بقى أن تنوه الرئيسية صم يوما ولك ما بقي هل من إنسان أنت صهر توقتنا أجر كذا ذهلي وميقه مطمنا مبلا لمشي جد رواية ذا وأنا رواية مطلقة سيد ديسن waxa ka dambeeyay in riwaayad ka dambeysay ayaa jirtay oo ninka la yiraahdo ibn abi rabi'a noo iman doonta u wariyay iyada oo ayada oo meel ku xiran oo ku xiran 10 maalmood yaa waxa ku qoran ama nabi kale sallallahu alayhi wasallam sum min kulli 10 ayyam yawman walaka ajru at-tis'a 10 maalmood waad ka soonta hal maalin ka soo maalinka asaga soonka aad ka soontayna ajirki waxaad ka heleysa inta soo hartay sagaal kan waad heli maana waad soonta moqt sagaal ka ajirkeen halkaas ayaa muxuu aha ayaad kaga heleysa saas yuri laakiin arinta ayda khilaaf ma laha wax haba yaraatay xadiidka u dhimaysan ma lahano midan mutlaqa ah oo si deysan wala kama baqiyadas waxa fasireysa oo qeydaysa xireysa سجال محو سجالكي وأثيريس هديات متسونت متسون سجالكي أثيريس تن عدد ككحرن أي مرك لما ده حديث واحد خلافه ما مجره مدة عدد كمرك قيد ديسا أي وحويان مدة هراء أسيد ديسا لغة فسري ومفسرة أنت سويا مرك واختلاف الناقلين وكل شجع عبد الله بن عمرو العاص لسبق خلافي حديث كرام كنا قدام مرك عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان له حكيري صم صم يوما ما ننصم ولك أجر ما بقي أنت سهرتي أجر كذا نوالي ذاي وهل صن أو طمنكي هل كي مركات كصن سقال سهرتي هذا أسكال ويا رجل كذا يذهل إيسا قال وحي عبد الله بن عمر إني أنا أطيق حنكرة وأنا وذا أكثر من ذلك أنت إنك بطني أنا ود لي قال وحي صم صن يومين لما الموت ولك أجر ما بقي أنت سهرتي أجر كذا يلي ذاي مركة موجدا الزيادة في الصيام والنقصان في الأجر موجدا يعني ننكي هل صومي سقال يهري كي الله بصومين محو هلي سيدت وامرك شارد وشاري صوم حتى انت يومين لو ما المد ولك اجر ما بقي ان سهرت اجر كذا يا الذي قالوا اني اني يعني اطيق حرا واذا اكثر من ذلك انت انك بدن قالوا صوم صوم ثلاثه ايام ولك اجر ما بقي ان سهرت اجر كذا يا الذي سد حصون كدبنا تضوا سهرت اجر كذا وذلي قالوا اني يعني اطيق حرا واذا اكثر من ذلك انت انك بدن قالوا صوم صوم اربعه ايام ولك اجر ما بقي ان سهرت اجر كذا يا الذي افر صوم قال وحير إن أنا قطيق أكثر من ذلك أنت إنك بدنا يانا وذا قال وحير صم وماش قد بيسمرك صم حتى أنت أفضل الصيام صم كان أفضل بدنا عند الله لو ينأتي صوم داود أعني صوم داود أيان ألقص دياي أنا أرجع داي عليه السلام كان وحوا هذا النبي داود عليه السلام يصوم صوم يوما مانين ويفطر يوما ما إن أفرج وهنجري كسر يا أفضل بدنا صن ملك جوجب إدك صوص أنت به كاس أي سجى الله إما وأي النبي أمر كسي صلى الله عليه وسلم حديث لابو كوسي تحب قليو شن إسقى شن هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله السناني وثقة قال حدثنا المعتمد بن سليمان وثقة ثبت عن أبيه أبي سليمان بن طرخان التيمي وثقة عابد قال حدثنا أبو العلاء ويزيد بن عبد الله بن الشخير يزيد بن عبد الله بن الشخير كان تقنين وعلي صومرتين وهري تقنين أي كنيه ذي سحيته أبو العلاء وثقة إنك إسقى عن مطرف ابن عبد الله الشخير وأسنا وثقة ولالكي عن ابن أبي ربيعة ابن أبي ربيعة ومقعي وحالي رضا الحارث ابن عبد الله المخزومي المكي وصدوق ننكا سقا
عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عامر العاصي رضي الله تعالى عنهما قال في عبد الله بن عمر ذكرت وحبش إلى النبي النبي وحبش قال صوم صونك صون أيام الشجع هب كانوا صوم أيام الشجع فقالوا حير صوم صوم من كل عشرة أيام توان مع المضى الأركبة يوما هل ما نكسر ولك هذا يكسر من الأجر تلك تسعة سقال كاس أجر كذا هذا أسكله فقلت حارير إني يعني أقوى من ذلك أنت زمان كأود بدناي هني هل ما نكوك أبصر مائه وأن كأود بدنا قابل صوم صوم من كل تسعة أيام يوما سقالك مع المضى هل ما نكسر ولك أجر تلك الثمانية سديدة أجر كذا الذي قلت حارير إني يعني أقوى من ذلك أنت وأن كأود بدنا قالوا حير فصوم صوم من كل ثمانية أيام سديد مع المضى يوما هل ما نكسر ولك أجر تسعة السبعة تضبط صاحر تجد كذا يلي ذهي قلت حارير إني يعني أقوى من ذلك أرين كذا وأنك أما سيد أسوان كأود بدناي قالوا حير فلم يزل كمزول إلى ورك أتيه إن أقوى من ذلك إن أقوى من ذلك اللولد محوها صار صون لها حتى قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما ما لنا صوم ما لنا أفطر ورك هذا ماذا حديث لابد كنت أحب قوليه لحيس عشان هذا حديث صحيح لسنادا قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علي ويا ابن علي ويل كيسي أيه وحال إلى محمد وثقة إسق أبيه وتقرر وثقة ثبت قال وحيري محمد بن إسماعيل محمد إسماعيل مركة بخاري من غنكرة ابن علي من غنكرة مركة وين أتكل وقعتان لبضنا وحوي الإمام النسائي وكوريي سادك سنتين قال لكن كمحرر حسين إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن هارون ابن هارون الواسطي وثقة قال حدثنا حماد ابن سلمة وثقة عابد أثبت الناس في حديث ثابت ح حديث ذيبك صوب الله والتحويلي سنة كروى قال وحي الإمام النسائي وأخبرني وحي ورهم زكريا بن يحيى وثقة وخياط السنة إنك لو يقانه زكريا بن يحيى زكريا بن يحيى خياط السنة وإنك لو يقانه قال حدثنا عبد العلاء بن حماد الباهلي مولاهم لا بأس به قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني وثقة عابد عن شعيب ابن عبد الله ابن عمر شعيب ابن عبد الله ابن عمر ابن عاصي وصدوق ثبت سماعه من جده أوجي أو حويان شعيب ابن عبد الله ابن عمر أبيه وحكوري أبيه وأكي وعبد الله ابن عمر قال عبد الله ابن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم صوم يوما ما ينصوم ولك أجر عشرة طبعا أجر كذا هذه قال أما كوسك ناضي فقلت حالي لزيدني يكرني قال لي صم صوم يومين لو ما الموت ولك تسعة ولك أجر تسعة سقال أجر كذا إلا ذاهي قلت حالي لزيدني يكرني قال لي صم ثلاثة أيام سدح ما المصوم ولك أجر ثمانية سدير أجر كذا إلا قال ثابت وحجري فذكرت ذلك لمطرف مطرف من عبد الله الشخير يعني أرنك يا نوش شاقي فقالوا حين ما أراه وما أرك إلا يزداد إنه كرسل عنك السقع وساء سوما في العمل صنك أي كرسل وينقص من الأجر أجر وصو قصد منك حال كيسة يعني إمام مغطوير إلا أنه يعني عمل لكرسل أجر كيسة مجل ربي وسن قاري إنه وهوص وصعدة إلا موت مركا عمل كسيبة دي سعية هيد إن الأجر كلا سيبة لكن عمل كسيبة الأجر كان وصول دي مجدا ساسا إيه مغطوير ساسا إيه مغط وسيد هذا أنا قالوا فأنا إمام كترجمة إزاي علي رحمة الله واللفظ لمحمد محمد إسماعيل ابن علي ويل كيسي أي اللفظ على سكالة شيخ يزو زكريا وحويان إساق معنى يكوري رواه بالمعنى لكن لفظ أهان إساق سكالة ويان حديث كأما بابك سيدادي تضبعتنا باب صوم عشرة أيام من الشهر باب صوم عشرة أيام تمام المدين لقصوا من الشهر بيش لقصوا ما أي بابك أنا بابي هاي انت سواقيب واختلاف الفاظ الناقلين قول ليها صون نقلي الرواد الفاظ اي رياض اي كسون غوريين خلاف كايس خلافتي لخبر عبد الله بن عمر خبر كاي عبد الله بن عامر بن عاص كوريين الفاظ اي كوريين كلا دونانت اي كلا دوني عدين لا عدي اي شيغتان لا شيغا اي باب كانوا باب فيه في صوم عشرة ايام من الشهر ضمير سبحانه نقونيا صوم عشرة ايام من الشهر نقونيا هذه لو كنت احب قوليه تضبي سكاشن هذا حديث صحيح قال الامام النسائي رحمه الله محمد بن عبيد النحاس الكوفي وصدوق عن اسباط ابن محمد القرشي وثقه عن مطرف ابن طريف طرف ابن طريف الكوفي ثقه فاضل مطرف بن عبد الله الشخير ومن اي هاو ملين كيهره كوانين كلا مطرف ابن طريف الكوفي ثقه فاضل عن حبيب بن ابي ثابت حبيب بن أبي ثابت وثقة فقيه كثير للسائل والتدريس عن أبي العباس أبو العباس مجي وحالي إلى السائب
ابن فرخ الشاعر المكي وثقة. عن عبد الله بن عامر العاصي رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شأني بلغني وحيسوكر أنك تقوم الليل هبينك وغنت قيام الليل وتاغنت صلاة وتاغنت وتصوم النهار ما أنت أتصومنت. قلت حنا يا رسول الله ما أردت بذلك أرنك ولا مقصد إلا الخير خير مؤيني خير دون منك أنها. قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم لا صام موسى سومين من صام الأبد سنة كيوردن أما ولقي قف صون هذا صون محوى مشروع على مئمان ويام. ولكن ولك الأولى بي أدلك وحنك تسعي على صوم الدهري سنة كيوردن أما زمن كيوردن صون كيسان كوشيكي ثلاثة أيام سدح مع الموت ثلاثة أيام وليك رتا ثلاثة هدية هذا عاد كده يسا خبر لمبتدا محذوف هو ثلاثة أيام من الشهر هدية ثلاثة أيام على صوم الدهري ثلاثة أيام من وتكبد ليس ثلاثة هدية هذا لا بد أكون بنانته لكن ثلاثة يكدي جاي سيدي أنا يعني يقرن أي ثلاثة يقرن ته هوس دي كنت هوس دي كنت سما ها ثلاثة كل جين بس ثلاثة أيام تنقوضها هو ثلاثة أيام من كل شهر هو استجى ثلاثة أيام وسدح مع الموت ومن الشهر بيش كمدا. قلت حنا يا رسول الله قال له إني أنا أطيق أكثر من ذلك أنت إنك بدل أنا أود ليه قال له صم خمسة أيام شن مع الموت. قلت حنا إني أنا أطيق حنا أود كراه أكثر من ذلك أنت إنك بدل قال له فصم عشرا بيش تمان كسون. فقلت حنا إني أنا أطيق أكثر من ذلك قال له صم حسن صوم داود عليه السلام كان وحاد النبي داود يصوم صوم يوما هل ما يفطر يوما ما كان وافر جلسه النبي داود عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. وهي حديث كلا بكم سيد أحبق ليه سديتي سقاشنات وحديث صحيح. قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام علي بن حسين الدرهمي وصدوق قال حدثنا أمية ابن خالد القيسي صدوق عن شعبة عن حبيب ابن أبي ثابت هي نفسه هو يا حبيب ابن أبي ثابت قال حدثنا أبو العباس حدث صومر وكان رجلا من أهل الشام أيها وكان شاعرا وكان صدوقا صدوقا يعني وننفر بدنا أيها الرجل ذا لكن مرتبته وحويا وثقة. عن عبد الله بن عامر العاصي رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق وحوك حي الحديث حديث كرسوم الرئي أيوك حيي حديث لو كنت أحبق لي سقال لي سقال شناد وحديث صحيح حديث أنا مرتبة دي سولي لشيء ما هيدين قرن صحيح ميسا ما هيدين قرن أنا رقي سأمرنا. أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني وثقة قال حدثنا خالد بن حارث الوجيمي وثقة ثبت قال حدثنا شعبة وإمامك قال أخبرني حبيب أبي ثابت وثقة القرشي قال سمعت أبو العباس يعني كما قال وثقة وهو هو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عامر العاص إذا ما صحيح حديثك. قال ابن عبد الله بن عامر العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو إنك أذي تصوم الدهر سنة كيودر أيات صنطا وتقوم الليل هبين كيودر وتاغنت وقيام الليل يستاغيسا صلاة تكنيسا وإنك أذي إذا فعلت دي أتفر فشو أطمي ذلك أرنكاس هجمت العين إشي أيا قرتة قف كماركو دالا أما مدوس هجودة سمارك إن إشي إنا كو يعني بابا يسوء يقوده قلي أو محوها إشي الله فاهم كاكو الرأي أي بناك إمانا يان إشي أيا قوده قلي أو إشي هذا قريسة دي أتصال سميس وده بين كيو دن تاقنات ما ننتي ودن أصونات ونفيهت له النفس نفتنا ويتعابونيسا ويدبونيسا تعابا كدعي نفتي لفتر كذا دبوني لا صام موسى سومين من صام قفك صوما من صام ما إذن قر من صام ويان لا صام موسى سومين أها من صام من صام كذا لا صام موسى سومين من صام قفك صوما ألا بد ولقي لا صام موسى سومين من قف موسى سومين صام صوما ألا بد ولقي صوم الدهر ولا بد لي مرك يبدل ما قبل عما قبله بدل أيها لقديقي لا صام موسى سومين من قف صام صومي الأبد ولقيس صوم الدهري صوم الدهري قف صومي ولقيس ما سومين ثلاثة أيام وحكى لقديقي كرا صوم الدهري إن لقديق مفعول به الله قدره أعني صوم الدهري أي نادي ملها مركب بدل لو كذي كرتا وحقد لو كرتا مفعول به لو كذي كذي كرتا كدمنا ثلاثة أيام وحويان وخبر مقدمة صوم داسنا موجودا صوم الدهري كله ثلاثة أيام من الشهر ومركز
وحويا خبر مقدم مركز صادق رئيسا صوم الدهر سنة كأول صوم كله ثلاثة أيام من الشهر سدح مال موت وبش كسون تويان هدي أدب بش سدح مال كسون سنة كأول قف صوم لا أجل تايم حي لي بش مركز سدح كسون سدح دي بالطمن أضو صوم لا توتاي طمن كلا طمن كلا هل كي معلومة طمن أبريق أنت أنكلا جد عفوا ما نينك بالطمن طمن طمن صدم خلاص ساويا قلت حالي إني أنا وحدها عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنه أطيق وحنا وذا أكثر من ذلك أنت إنك بدن يا وذا أنا أيان وذا قالوا حير الصوم حسن ده وحدير على صوم لكن قبل قبل يكسر قبطي قالوا حير الصوم حسن ده صوم داود النبي داود صوم جنس كان وحاد النبي داود يصوم صوم يوما ما ويفطر يوما ما وفر جري ولا يفر إذا لقى مركو إذن يعذب لك كل منا النبي معارن جنس صلى الله عليه وآله وسلم النبي داود كان جد عفوا موسى وأذكرني سان سورة البقرة سمعت قنا سورة البقرة هي آية حقيقة في الأبنيس قبل قبل كل واحد وقتل داود جالوت واحد صار لكن واحد الإسلام مري إيه هو شدنا ركب النيت أذكرني سان وأي هي حديث كلا بكون إيوه أفر بقول أو مل هذا كان قارن الحمد لله وحديث صغير سنادة قال إمام النساء علي رضي الله عنه أخبرنا محمد بشار وابن دار قال حدثنا محمد جعفر وغندر قال شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن دينار وثقة عن أبي العباس وثقة عن عبد الله بن عمرو العاشر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قرآنك بلكو أخر تذكر مركز صباح هل جزء قاع كسيني هل كان يكون تاجي الله صلاة تذا ماك جزء كذي أنك تجين ودي الله وافجيا ومل وحكة قبل ما بس كذي جزء بس بيقع كسير يا سوق هذا إسكح مالنا يا كو أيجا مل لكم متاجنا أو ملاين تذكر محوها صباح آخر يوم مارين تبي أفر أما شن جزء آخر يوم أما كو ترى جزء آخر يوم الله يا أبي نكون جزء كتورة مساكين ده لفت الكود مل هاي استار حاجنا أنا واتها وجدا اقرأ القرآن في شهر قرآن هل بل كو آخر لكن قف بل كير القرآن كو آخر أقول محوها قف كأسوأ حبذا بقى هذا بهني هو الله هذا بهني قف كي قرآن يقانه وقرآن كنا بل كده مين وايد ولا يقف كسول بأوتال كسول بهني هاي تيم كأسين لا شابو إن أنا كجنة أول قيامة كأدب غير الله هذا مرك هول سهلمان اقرأ القرآن في شهر قرآن كبل كأخ قلت حري إني يعني وطيق حرؤذا أكثر من ذلك أنت إنك بنا فلم أزل كمان زل أطلب إليه إن النبي حجيسة إنه إبدي أكذل بي حتى قال إلى أكير النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أيام إن شاء الله الموت قرآن كقول مي وقالوا هي الصوم حتى ثلاثة أيام سدح مع الموت من الشهر بيش كصوم قلت عن إن أنا وطيق حرؤذا أكثر من ذلك أنت إنك بنا فلا مازال كمان زوين أطلب إليه إنه يكرني أنا وكذلبي حتى قال إلى أوكير النبي صلى الله عليه وسلم صم وحسن أحب الصيام صم كان لو جعل بني إلى الله اللوين عز وجل صوم داود نبي داود صوم كيس كان وحوض نبي داود يصوم صوم يوما ويفطر يوما ما نوفر جري عليه وعلى نبي الصلاة والسلام هذا لو كان أفر بغليكو بعد حديث صغير سنة سنة قال الإمام النساء عليه الصلاة والسلام إبراهيم ابن حسن المصيصي وثقة قال حدثنا حجاج ابن العور محمد ابن العور العور حجاج ابن محمد الأعور وثقة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول إسوا إن أبا العباس إنك أبا العباس ليرى الشاعر يقبياءها أخبره وحوشكي أنه إسوا سمع كما قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى قال إنه يرى عبد الله بن عمرو بلغ النبي نبي وحق أري أني أنيك وعبد الله بن عمرو أصوم من أنسومي أسرد ولي بأن تحي الصوم صومك وأنك لجوجنين وأصلي ليلها بإنك أعلن أن دكني فأرسل إليه أذيك يودري التفاط يا كجر مجدا أسأل إسكال لك الدين فأرسل إليه وإما لقيه أمو لك المي قال وحير عبد الله بن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ألا مخبر مي أنا لي شيء أنك هذه تصوم إن تصوم ولا تفطر أدنى فرين كو وتصلي الليل هبين كان أتكتد فلا تفعل إساء هيل فإن لعينك إشارة يوسف ناضع حقا حق ولنفسك نفطر يوسف حظا من حظا 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 نصيب حظ حويا نصيب يقبل يحق ويا ليفا يقول هذا قيبة يقول هذا فإن لعينك إيش هذا إيه إن هذا أيوسك هذا حقا حق حظا ليف يحق ينصيب ولنفسك نفط هذا حظا نصيب يقيب أي يقول هذا يحق ولأهلك أهلك هذا حظا حق ينصيب ليف يقول هذا هاي وصم وحتى انت وافطر وصم صن وافطر افر وصلي تك ونم كيف
وصوم كسو من كل عشرة أيام تمام المدة حتى صوم يوما هالمان ولك أجر تسعة سقال شكل أجر كذا وادهلي قال وحير إني أنا أقوى لذلك إني أنا أقوى لذلك أرنكس ونحوق بدنا هاي حوق أدم حوق وهاي تبرع مهايا قال وحير صوم صيام داود أنا بداود صوم كيس صوم إذا هذه حالة النوع هاي قال وحير فكيف كان صيام داود أنا بداود صوم كيس وهاي يا نبي الله نبي قال له قال وحير كان وحير نبي داود يصوم يوما ما يصوم الجري ويفطر يوما ما يفطر الجري ولا يفر إذا لاقى من كعاد وقال كل من كما عرف الجري عليه وعليه الصلاة والسلام قال وحير ومن لي بهذا يا نبي الله قال وحير إنك إلى عبد الله بن عمر ومن لي بهذا يا نبي الله نبي قال له أرن كان سيدنكو هلي الله سيدنكو هلي ساس عمر وير واي حديثك لبكن وحكوه ري باب كيسي باب كسقالي تضباطنات صيامه خمسة أيام من الشهر بش إن شمع المضلقة صومة إيه باب كانوا بابي وان صومرني لكن وحونا قندونا لفظك اللي يقوي ماندونا حديث لبكن أفر بقول إيه لبات وحديث صحيح قال الإمام النسائي أنت أخبرنا زكريا بن يحيى واثقة قال حدثنا وهب ابن بقية الواسطي واثقة قال أبانا خالد بن عبد الله الطحان واثقة ثبت عن خالد وهو الحذاء واثقة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي واثقة ثبت عن أبي المليح أبو المليح وعامر بن أسامة الهذلي لأبيه صحبة أبيه صحابي وها سكن واثقة أبو المليح قال وحيري دخلت على أبيك قال وحيري نينك اللي يراه ذو أبو المليح عياده دخلت وحان أقلي مع أبيك أبها أنا الله صعد زيد أها عبد الله بن زيد الجرمي وأبو قلابها صابيه وحالي هذا زيد مرك أبها أبو قلابه وأبها وزيد هاي أنا الله صعد وحان أقلي أنا عبد الله بن عامر العاصي عبد الله بن عامر العاصي أنا أقلي فحدثه وحو كور رمي أما أوشاقي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له إلا أوشاقي صومي صنكيقي وانا نصوم بدنه الله شاكي وركيز ميل البقاري فدخل عليه ويسو قال النبي قال عليه الصلاة والسلام فألقيت له وسادة فراشير أما بركينير أي نطري آدم مقدة ربعة أما ربعة أو حويان أحد حادة أما أفرقية سهل نغطو أما أحد حادة نغطو وأيس كميت محكوشة ربعة أوست فريق انت عشر سيوة فيري حشوها ليفون وحامحوها لقوع عبي وصوف وقه القاء مبا حسكل ايا لقوع عبي اوه محوها صوف وقه حسكل شوها تقنى مركي الله ديله وحاويان لقاد ايقا سيدة صوف كيوكالي وحتاك تاقوه وحد سهلا ماها الولوى حشوها عب كيدنا ليفون القاء وياه مبا حسكل فجلس على الأرض النبي قال لك أيها السيد فريست عليه الصلاة والسلام تواضع إذا كمت عليه الصلاة والسلام كو وصارت الوسادة بركنتي إيوب حوا فراشك وحوا هذه فيما بيني وبينهم أنا أقول نور دحي هل قال سكي الله ناوي قدامك كما قال عليه السلام محو يلي تواضع محو كلو يلي كلا نك أنا لقى ناحية نك إن جناح إن يتعين والله جابا ورجع مرة حواها بركنت هذا وحاتها يسوى حالنا ذا كجر تأيج حق قد وليت الرسول قال وياه قالوا حير أما يكفيك ميزون كأغفل لأن من كل شهر بلا أركبة ثلاثة أيام سيد حمال الموت قلت عني يا رسول الله قال له يا رسول الله يعني رسول محيط قال يا رسول الله قلت يا رسول الله محيط معناه حيط حوينا يا الله وحيك الرواء قلت يا رسول الله وحي أطهي لكن موزن شكل وحي أطهي وابتقنا وحي أنصوم الرئيو نبي الله انت عزين كبدنا أول دواء قلت عني يا رسول الله قال له كورا نكعي كرا وإنت عين كبدنا أيان سومي كرا قالوا في الخمسة شن قلت عن يا رسول رسولك لو أنت عينك بدنا يانا وذا قالوا في سبعة تضبة قلت عن يا رسول رسولك لو قالوا في النبي قال عزيزهم تسعة سقال قلت عن يا رسول رسولك لو قالوا في إحدى عشرة ثمانية كو قلت عن يا رسول رسولك لو أنت عينك بدنا أنت عينك بدنا يانا وذا ومعنى هذا فقال النبي النبي نوح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم صوم جرى فوق صوم داود النبي داود صوم كيس كسر رأي شطر الدهر واسيد يوكله أما بكذيك بدل كذيك أما واحد كذيك تا أفعل بي كذيك شطر الدهري أعني شطر الدهري عن قصة نسك سنتك صيام يوم صيام يوم ما ننسونكيس يوفطر يوم ما لا أفره
سيداس أيها وفضل بضن صلى الله صلى الله عليه وسلم أمر كبحيه أم عدي صلى الله عليه وآله وسلم باوك سيديتنا صيام أربعة أيام. نعم هي ها ولا صغيرة متوسطة لا صغيرة ولا كبيرة أحد حالة يهيد وحوين وبال نماهين مدير نماهين وعلى هذا ركس هل كاسويا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. باب سيديتنا صيام أربعة أيام من الشهر أفر مال موت وبيش كم إذا إن لا صومة يباب كانوا بابي هاي إن هي سنتها ويدب لهين وإن في عنتها حديث كلا بكون يأفر بقولي سيد أحد وحديث صحيح. قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام إبراهيم بن حسن المسيسي واثقة قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور واثقة قال حدثني شعب وإمامك عن زياد بن فياض واثقة قال وحيري سمعت أبو عياض يعني كما قال واثقة إذن قال وحيري قال عبد الله بن عامر العاصي رضي الله تعالى ما قال وحيري عبد الله بن عمر قال وحيري قال عبد الله بن عمر قال لي حيث واس انت سو قال انت لو ذا سمعت أبو عياض أبو عياض يعني كما قال إسقو يري قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحيري قال ذا انت من تبي صوتها سواح زيادة ومغط كل يوم قال إذا ما ذكر لا بقى قال إذا ما قرنا أمين ده أحد مرسي لي من ده لقى قبسني أيش عج عج عجلور لا بقى على كوتة وتعال إيش كده وتعال مدة نمبر لا قال لي رسول الله ها أنا قبل بعد الشيخ بشر يجلس وين سارة مرك خير الله كسي قال وحير عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله رسول قال يري صلى الله عليه وسلم صم صم من الشهر بشي يوما ما نين ولك أجر ما بقي إن صارت أجر كذا يلا ذي قلت حرير إني يعني أطيق حرب وذا أكثر من ذلك مركو لهي قلت يا رسول الله ذوات المرك قال إني أطيق أكثر من ذلك أنت إنك بطن يا أبو ذا قال يرفع صم صم يومين لو ما الموت ولك أجر ما بقي إن صارت أجر كذا يلا ذي قلت حرير إني يعني أطيق وأنا وذا أكثر من ذلك أنت إنك بطن قال يرفع صم صم ثلاثة أيام سدح ما الموت ولك أجر ما بقي إن صارت أجر كذا يلا ذي قلت حرير إني يعني أطيق أكثر من ذلك أنت إنك بطن يا أبو ذا قالوا في الصوم صوم أربعة أيام أفر ما الموت ولك أجر ما بقي إن صارت أجر كذا يلي ضحي معنى شاية مركوا حاجة صوم أربعة أيام ولك ما بقي ولك أجر ما بقي قلت حرير إني يعني أطيق حرير وذا أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم كان أفضل بدل صوم داود عليه السلام كان أحد يصوم يوما يفطر يوما ما إنه وصوم جرما إنه وأفر جري عليه وعليه الصلاة والسلام باب كويس دتنا صوم ثلاثة أيام من الشهر بيشتد حما الموت إن لقى الصومة يبقى كانوا بقى وان انتوا قيمه بدل انا كل بحساب اسكو غانا حديث لو بكون افر بقوليو افراد وردك اودي كلا كلا جدا حديث لو بكون افر بقولي افراد وحديث صحيح. قال الامام النسائي رضي الله عنه علي بن حجر وثقه حافظ قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر بن ابي كثير الزرقي الانصاري وثقه ثبت قال حدثنا محمد بن ابي حرمله القرشي ثقه عن عطاء ابن يسار الهلالي مولاهم ثقه فاضل صاحب مواعيد واني وعد بدن وعباد بدن وها عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضى قال أبو ذر أوصاني وحي ورمي أم إيدر دار ميدة حبيبي كي أنجعلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة سدح يويدر دار مي لا أدعهن كمتك إن شاء الله تعالى الله دودنا أبدا ولقي كمتك سدح رسول الله بيقين إيدر دار مي عليه السلام أوصاني وحي إيدر دار مي بصلاة الضحى صلاة برق إن أنت كذا صلاة الأوابين وحين ترمض ترمض الفصال كو لا أدعهن إن شاء الله أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم انت أنا ساحرين كهرنا هنا وترت كذا وأيه وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر بالكسب إذا استحم الموت كصوم انت سو إذا دار محبيبك أنا أتكون جعل النوم محمد صلى الله عليه وسلم انت نورا هنا إن شاء الله ولقي كما التقايه ساسوير مركة ثلاثة أيام من كل شهر ودردارا كان محمد عليه الصلاة والسلام حديث لو بكر أفر بقولي شرد وحديث صحيح. قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن علي بن الحسن المروزي وثقة قال حد قال سمعت حكم الأبي أبيه وعلي بن الحسن بن الشقيق ثقة حافظ قال أنبأنا أبو حمزة أبو حمزة هو أبو حمد بن ميمون محمد بن ميمون السكري المروزي وثقة فاضل عن عاصم ابن أبي النجودوة عاصم بن النجودوة إنك مقرئها وحويان ساعة إمام في القراءات صدوق يهم في الحديث عن الأسود ابن هلال وثقة جليل المخضرم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه
قالوا حير أمرني وحي فري كيور محايا هيد أبو ذر وحي الأوصاني كنا محاويا أمرني وحي أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سدح يفري بنوم على وتر بنوم هردا على وتر وتر أنكور مرينا هردا كو طلبنا إيوا الغسل قبيس أن قبيست يوم الجمعة مالنت الجمعة تنسدحنا وصوم ثلاثة أيام سدح مالموت إلى انكسر من كل شهر بالله أركا أيو النبي قال إفري صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم حديث الله بكون إيا أفر بغي لحد ومنكر بدليل غسلي قبيسك شيقتان قال الشيقين منكر أيوك حديث كنا قنايا سو منكر كنا قضينا وتجدونا إن شاء الله تبارك وتعالى حديثك الله بكون أفر بغي لحد قال الإمام نسى قال الإمام نسى عليه رحمة الله أخبرنا زكريا بن يحيى واثقة هاي زكريا بن يحيى وخياط السنة واثقة قال حدثنا عبد العلاء ابن حماد الباهلي وصدوق قال حدثنا حماد مالك سنجنا مسوان كبوني هاي مقعيد يا موكت سكرو أهي. أربعمية؟ أربعمية وكم؟ وستة ولا سبعة؟ هاي. قالوا في أخبارنا زكريا بن يحيى وثقة وخياط السنة قال حدثنا أبو كامل أبو كامل وفضيل ابن حسين الجحدري وثقة حافظ قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الشكري وثقة ثبت عن عاصم ابن أبي النجود الأسدي مولاهم صدوق له أوهام حجة في القراءة عاصم ابن بهدلوة عن رجل مركا رجل هذي أي ماضي ماشي محكمة غن رجل هذي لا إرادة ومجهول عين اسم مجهول حال أحسن مجهول عين مجهول عين هذي مركا ماشي حديث معه نوضي ضعيف وحنا خلافي حديث كلا ومحوها يرقى كلا وثقة ذاها عن الأسود بن هلال ثقة جليل مخضرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا حين أبي هريرة أمرني وحيف الرسول صلى الله عليه وسلم بركعة الضحى لا بركع صلاة الضحى وألا أنام إنا ننسى ساحين إلا على وتر وتر موينة إيوا صيام ثلاثة أيام سدح مع الموت من كل شهرين وحويا بالأركة أمرني بركعتي الضحى مشان مغسل غسل يا كجر هاو كمجر مركب منكر بذلك الغسل انت وضع ها أما ما ينهي كان هرأي ولا رب منكر كما ينهي لأك ألكاري كجسوب بودي يا رب ينهي غسل كان كرو كجر أسوب جدا كان دموح غسل يا كجر لما أرك حديث هذا يبغون نقضي شيخ عبد الواحد ديبها لو نلبد حديث ديبها لو نقضها على سو بار ما هي لي غسل يا هذا وشيغي منكر بذيك الغسل غسل ماشي ما بكجر بركعه الضحى الا انا مع الا على وتر يا قبل حد صحيح رجل كان انت كمر يا مرك رجل كان مجهول تعو كمر كان هره حديث كهره وابو هريره انه راوا بابك لكن مرك عبارة عن ورنن كان محمد حقيقة وصاري وأوليه منكر بذيك الغسل أي أباه إن لكيرة ماشان كم تعلو غسل يعني نقع عنكم هنا هدو إلدو في أتقوى عندهم بأساس عد ساس عد أتقوى ذا وباب كلا أما كيه روا أبو هريرة كان ده شاذ من أنكر أمير منكر من أنكر يا ها ممكن تس نعم كان دم وصحوة كان دم وصح إن محوها منكر لا تهانا كان دم وحويان ها مدي كلا منكر محوية ما هو المنكر هذه تجوز ده إسكون محوها مخالفة لو لقص ده وشال كي منكر كي كل بالإسكونها ومحوها هو منكر وباب كلا لكن منكر وحال إلى مخالفة الضعيف للثقات أو للثقة لبنن أو من ضعيف وياي من نقو وياي ثقة
أي حديث كوا ودورنا متكو مكي مركز ضعيف كها أي وحويا وحو خلافيا حبك ذاتك في قادة يوريا وخلافيا مركز إنك ضعيف كحديثك وروح الله يا حديث منكر يا رديه شاذك أنا محويا شاذك وحويا مخالفة الثقة قفك الثقة هي وحو خلافة لمن هو أوثق منه أو لمن هو أكثر منه وثقة إسقى لكن ده ثقة ثبت حجة إمام أي خلافة يصير وثقة بس أم حو خلافة عشان إلي حنو ثقة 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 يكالي يسحكك كمرايا مركة الحديث دي محو نقنية شاذ أيو نقنية ماشان مركة كان لحظة هدو هدى عن لها عن رجل أذكو جري أو قسن لنكو إلا هنا منكر ونقن لها لكن كان هوري حديث ثانس كيس واضح حوها وواحد إشكال وكجر البارك كان دمانا تقريبا معلمت ذكري قاسل الشيقي حديث سنة دهان الله في ريو وحاويان وصح حديث لبا حديث مركي أي نقطة إن لفظي منكر أهان استلاح اللي يقال إنه الله استعمالنا قف ضعيف وما أنت اللي هيبل كمجر منكر مركب منكر انتاس شيخي ابن أبي نجود صدوق الله أوهان كي هر أبو هريرة مسكي أبي در كيور وكي أبحوها وكي وحويان وكي أبو هريرة ها مركا كاس مركا محون صحيح ويري كاس هذا منكر إيه لها وصورة قال لها نيد وخطأ سقع أتكو دعا إن لو إيقا وصورة قال لها نقل نيد العموم هذيك إيه الشيخ نور لبدينا وحلسارا هابين دماء دو إلهي قدره ورعتك كينا لا بدأ الحديث محوك عادي ميت كان محوك عادي كان شيخ هذا متك منكر بذيك الغسل بركه كلية أمرني رسوله بركعتي الضحى وقال لا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة يوم كل شهر ما بكجر ماشي غسل يا والدوف مياه كان هروى مرك متك هذا كان هروى الله نغلنا ماشي صحيح ويري أي وحل ذيهن يا أنا كنت دق دقن وعقل إنك أنصاري نحدي مكوي إلا كان شيخ الباني يا كاظمية عليه رحمة الله شيخ الباني هذا مربع كالله وحاويان ونن أرقع فرص هاري أنا عاصم نعم محكوع الذي مركب حكم الحديث المنكر بذلك والمحفوظ صلاة الضحى كي هرس وما كان تمام تمام هي هي منكر مركب كان ماشان صيحة أو على الله سوى يا منكرون مت كان دنبنا منكر معها وحديث صحيح مركز أحسنت. إنك. عاصم نوم كجرا. ها مركب. مركب ميت كان هذا دنباء يا منكر لقتريا. حديث كلا بكون أفر بقولي لحد منكر بذيك الغسل ورتيرة. تيرة كاس. مسقى النوع عن ترك عايز. بريهم ولا قتة ومين التلفورة لورك حمالك وحويان وعلى قتة كتابي شاسماني أو كتابي ده. رك كتابي ولا قتك. أنا الصوت كده. هدي الحمال قلنا أنا وحمار يقول لي بيه أنا هسوق على التلفون وهاي على صوت شنو بيت أنا أنا بالله ظهرت بيت التلفونات أما حصلها نقطة أما بيت عسية هاي نقطة ها ميت كان أمحوها وحويان زكريا عديد كان أمحوها أبو هريرة سمان رجل مجهول سوسيح يكون نقطة مركب محكودي قال لي كثير كان نسقى حديث كلامك كون إيوه هي إيه أفر بقولي لحد رجل كاز محكوش شيء محوس يكون نقد يا ها ها أمك شواهد يسي شواهد بالشواهده إذا يصيح بالشواهده شغنوف يصيح بالشواهده نفس ال إن ضحاراس إيو وتر إيو قيام حوها صيام ثلاثة أيام حديث هراء أوهري وأبو ذر أي وحاويان أي صيح كون غنية وهاي لو كون أفر بقولي أفراد أي صيح كون غنية كون قسلي قايقة داقت على قطوريا لو حق على قطوري حديث لو كون أفر بقولي وشاد مرك شادوا مرك إن منكر لي رهذره كل يبقى عاصم يا لا هذا يا والله هلا ميلا عاصم يهنا لا ذكره
إيه من مقطع حديث لو كان أفر بقولي تضاد وحديث منكر كما تقدم أخبرنا محمد الرافع وثقة حافظ وهل كان مجهول؟ قال حدثنا أبو النضر أبو النضر هاشم بن القاسم البغدادي وثقة ثبت. قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير وثقة ثقة عن عاصم ابن أبي النجود وابن بهذا لنا والله على الأسود ابن هلال محوها مرتبة ديس أسود ابن هلال هاي أحسنت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة أمرني وحيف الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم بنوم على وتر وإفراي كو والغسل يوم الجمعة تصوم انت مركل سكوايست ما نجمع عينان قبيستان وإفراي حديث كان انه كسو الرجال سكوايست لكن غسل يوم الجمعة اللي سفري هذا المره غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحديثك معروف قال يا قاني لكن ان مشى لسوغلي غسل قال وسد حدا ميد كامل لغديقه واحد الاسكويس وانت ايضا لكن ما انت معين لقبيس اي واجب تاي وجوب كاس مركه محوها واجب عادي يو سنه ويو عويار وخلاف كاتقانين كبه حق والغسل يوم الجمعه والصيام وايه والغسل يوم الجمعه وصيام ثلاثه ايام سد احمل من كل شهر لغسومه باب كلا بيس ديتنات نعم ها اي فضل امرني وحي فري رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم هرداء ام كهرداء على وتر وتر ام كهرداء يا وتر على وضوء نوكروا انا ويسق بان مركا موقت اسكريد oo witir qac ka siisa witir ka markuu kula jira witir ka adaa marka xambaarsan ajirkiisa ilaahay ka muuji adoo marka witirki amal ajirkiisa xambaarsan oo ka muxuu aha dhabarka soo saarto wato ilaa moqti ilaahay amal ka ma dayacay ay la dhici marka gab gab salaad ashwaal dajiya samayn ma hako la dajiya marka zalin ka maqli marka zalin ka maqli شغلة ذين شغلة ذين كبيح عندنا سكيل عليه مركا وحويان هدي وتر كمركا ون وحاي هيد أن كنا نقضى مركا السارك أن كنا نقضى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم هرداء على وتر أن كورد أنا وتري أنا هرد أنت كلا كاسة سازر تمية بس كاسو كلون تسألني هس قلني وياي باب كلا بيس ديتنات باب ذكر الاختلاف خلاف شيئتان للشيء على أبي عثمان أبو عثمان النهدي أو مخضرم كأها لسكو خلافي في حديث أبي هريرة أبي هريرة حديث كيسا في صيام ثلاثة أيام سدح عن وصن كذا ومن كل شهر بالأركة سدح مع الموت والنبي قال عليه الصلاة والسلام إن الصوم أوفري صون وريي أبو عثمان النهدي أبي هريرة كوريي أبو عثمان كاس حبك اللوغو وريي او لسو خلافي شيغيتان لا شيغو باب كانو بابيه خلاف واخ كلام مبجرام واخ وين هاد اد كاغيري امرك وركا دير هذا وخلاف وخلاف بين المحويه مره و خو كوريي ابو در مره ابو هريره كوريي دبا مره ابو عثمان النهدي او مخضرم كا مره و خو كوري ابو هريره مره و خو كوريي رواده كوري مره وحي شيغان انو كوريي ابو هريره مره ابو در نو كوريي واخ اشكالو كسوغنا ما ولا هبا واخ اسكا اد اسكا فضت ان شاء الله تبارك وتعالى حديث لما كون افر بقول يوم سيدهات واحده صحيحه قال الإمام النساء عن أخبرنا زكريا بن يحيى وثقة قال حدثنا عبد العلاء ابن حماد الباهلي وصدوق سؤال كم جمع قال حدثنا حماد ابن سلمة وثقة عابد عن ثابت ابن أبي حبيب وهي وثقة عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن مل 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 عبد الرحمن ابن مل ابن مل ابن مل بالتثليث هو مين كاس ده حدا أما قط أما هصلو أما بق كرو قب ملان نينكاس وحاو وثقة ثبت مخضرم عابد مراتب بدل مسلقات النبي جاء وقت عليه السلام يسوع جاري لكن النبي جاء ما أركن من الرومينين يا النبي جاء عليه السلام عفوا النبي جاء إنه نال أيور رومي استجوا نال أيور رومي لكن موسى أركن إلهي مقدر وهي أن أبا هريرة عبد الرحمن ساق الدوسي رضي الله عنه قال في أبو هريرة سمعت رسول الله كما صلى الله عليه وسلم يقول النبي قال عليه الصلاة والسلام شهر الصبر بش صبرك ما حلا صبر يا عنا ما حلا صبر يا شهوة ما حلا صبر سنا عنده قلبه دقيه حمنه
وشهر الصبر علاشي بيش صبرك شهر الصبر بيش صبرك إيوة ثلاثة أيام من سدح مع الموت ومن كل شهر صوم الدهر وسنة كيوردن سون كيسا صوم هذا صبرك وحين نغاني إذا شيخ عبد الله تعيم حين نغاني صوم هذا دم وخبرك شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر الكسوة ها هي بابو محمد حديث كلا بكرة فربغاني إساق هذا حديث صحيحة قا يا ثابت من أصل البناني وثقة عابد ثقة عابد حديث لابو كان أفر بغني سجلات وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا علي بن الحسن اللاني وصدوق بالكوفة عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان الكناني وثقة مصنف عن عاصم ابن من جو... ما عفوا عن عاصم الأحول سجل قب طيبة وثقة عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله تعالى وارضاه مركه رن محكور أبو عثمان أبو هريرة كان محكور أبو ذر وأنا أسكم عنه حديثك قال حير أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام قفك صوم ثلاثة أيام من سدح مع الموت من الشهر بشي فقد صام وصام الدهر سنة كله دمات أي صومي ثم قال وحير صدق الله ألا وين ورم أي شيء في كتابه كتاب القرآن كرم بوكش ربنا سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء قفك لا إماذا بالحسنة وناك لا إماذا فله إسرع أسوناته عشر أمثالها ثم الله بكت ساس أي ربنا يري مرك الله نرم أي شيء وصدق الله تبارك وتعالى حديث لا بكون افر بغلي تمنى هذا حديث ضعيف الاسناد قال الامام النسائي عند اخبرنا محمد بن حاتم محوي محمد بن حاتم ثقه قال انبانا حبان ابن موسى المروزي محوي هي ثقه قال انبانا عبد الله المبارك محوي هي عن عاصم محوي هي عاصم كوا الاحول ولا سعد قال لك لا ادنا ابن ابي نجوت هل ادنا عن ابي عثمان النهدي عن رجل نن مجهول عين وكاسم اسنا قال ابو ذر وحيري سمعت رسول الله كما صلى الله عليه وسلم يقول ليس قولا حديث مرت محفوظ ضعيف سنة تكون نقضي رجل كان وحويان ضعيف رجل كان مجهول كان سمعت كما رسول الله كما صلى الله عليه وسلم يقول رسول كان أولا من صام قفك صوم ثلاثة أيام من سدح مع الموت من كل شهر بلا أركان فقد تم صوم الشهر فقد تم وتام يلي أتم يعني صوم هي من صام قفك صوم ثلاثة أيام من سدح مع الموت من كل شهر بلا أركان فقد تم وتام النقضي أما وتام النقضي صوم الشهر بشي صون كذي أو أما فله يسوق ناطي صوم الشهر بشي صون كذا شك عاصم الأحول أي شكيي حديث لو كان أفر بقولي تبريك وبعد وحديث صحيح قال الإمام النسائي عند أخبرنا قتيبة بن سعيد من جميل بن طريف البغلاني وثيقة تبت قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن يزيد بن أبي حبيب أبي حبيب كسب السويد أيال إلى هذا وثيقة فقيه عن سعيد ابن أبي هند سعيد ابن أبي هند الفزاري ومولاه وثقة أن مطرف ابن عبد الله الشخيروة حدثه هو الرمي أن عثمان بن العاص صحابي قال إلى رضي الله تعالى وذا قالوا في عثمان بن العاص سمعت رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم يقول إسقولا صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر صيام حسن وخبر مقدم إخواني إذا محدد ثلاثة أيام من سدح مع الموت ومن الشهر بيش كم ده صيام وصون حسن وفي عن وهذا هناك بدن إلى محل وهلي بالكامل صون كده الوهلي ننقل إلى هذا عثمان ابن أبي العاص وحوي وري طائف الثقفي الطائفي النبي قال عليه الصلاة والسلام يا مجال هذا طائف وحد بمجاله وين ورسنا ومحافظه أما بدك موينا أيو مدح وديجي أمير وديجي كدبنا مركو سيد أبو بكر قبضة الخلافة دي سنة وودي وحيري سي وضع عمر هدنا قبضة مركي أبو بكر وجريه دي عليه السلام أما رضي الله تعالى وضع عفوا مركو جريه دي كدبنا وحاله ورجع عمرنا وداي حو جريه دي هجرة النبي قال ما كانت كونتان إيشانتي نين كان حلية من قبائل وقيمة بدن نين كان فضل جاي هلين وره طائف واتقرن إنسان بيري هو رديبات يجيسين والنبي كان عليه الصلاة والسلام مرق أنت أصلك سوما مرين سأو مرجين أدب مرجين لبوينه وجيسين إلى حتى ومحوه هاي سكس هيام وكذا وقف سكا عم بضيع عمل النقطة مرقتي يعني نفسي أهان هذا النقطة يا هي نمر نقطة يا وحبا وما يريبين شرف ولا جر من ذا وما يريبين مركا حلق أيضا هيد
دب كاس مركي جيستين لكن مركي ده أنا شرف وين أي قاتن أدوين وإنه بعدين أو هاي إن مكي مدينة أي لا نقدين محوها بح نقدين مركي النبي كان أوجير عليه الصلاة والسلام مكي مدينة طائف إنت عن كاهين دتك أعرابتي بادية جو مقالين كواص بقى هين ويرد دوبين سلام عليك نقدين أنت وضبط كل المدة ويرد دوبين يطولينك أنت عن مكي مدينة طائف كاهين يا صوابها عثمان بن عاص نين كان صوابها مركي حالتي أي مقلين إن النبي كان أوجير عليه السلام عربنا أي ردوا ودتكم حيدا مع رضا في أي ردوا من وسوية عرا وكالي كالي سوف ريستي ورجوك والبريق هراء أياد محوها مركا مسلمين تا أي دين تا إلهي وورد أيان ودك دك أيان هيا تبر إمارة لدين واي حد من بعد محوها إسلامي مدي آد إلهي إذن وافجي مركا هندنا أبتين عابي إذن كدعن إن هدنا أدتك ذاتك وهر ريو قالوا بالنغطاني والله يرسقنا هذا جوك جوك مرك إنك أنا إلهي سببه سبحانه وتعالى شدي أي مرك من قبضة شرفتاس أيكوا قاتين إنك الإرادة عثمان ابن العاص وإنكاس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن أدي أنتي شرف بدن هي ابن أبي العاص وهي عثمان ابن أبي العاص وإنكاس حديث الأبو كنافر بقول طبعا إلا بعد وحديث مرسل له مرسل كان ضعيف لكن حديث ترى ما يسكم عنيهن قال الإمام النسائي الأخبار زكريا بن يحيى وخياط السنة وثيقة قال أنبانا أبو مصعب أبو مصعب أحمد مصعب بايدين قرن مصعب منك قدر أبو مصعب أحمد بن أبي بكر أبو بكر القاسم أيالي لأم الحارث وصدوق فقيه عن مغيرة مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي المدني ولقب كيس قصي أيالله يقانه ثقة فقيه عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند وصدوق ربما وهم عن محمد بن إسحاق المدني وصاحب المغازي وصدوق عن سعيد بن أبي هند وثقة قال وحيري سعيد بن أبي الهند عثمان قال عثمان وحيري بن عاص وحيري نحوه مرسل حديث كراكلة أيو شيء أو مرسلة ساس أيو شيء حديث لو كنا فر بقولي إيه تبرز الدحاد وحديث صحيح قال الإمام بن سعيد الأخبار يوسف بن سعيد المسيسي وثقة حافظ قال حدثنا حجاج ابن محمد العور عن شريك ابن عبد الله القاضي وصدوق يخطئ كثيرا عن حر ابن الصياح النخعي وثقه قال في سمعت ابن عمر اياك مغري ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول يسقوله كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم يصوم صوم ثلاثه ايام سدح ما رمضان كل شهر بالكسطبه النبي قال سدح ما رمضان يصوم جري ساسا كما قال يلهي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله مصطفى